الإدارة الذاتية ليست هدفا ولم تكن غاية بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا لشعب الجنوب، فالقضية الجنوبية هدفها أسمى وأكبر من ذلك. اليوم يتخذ قرار التخلي عنها بهدف إفساح المجال لجهود الأشقاء في التحالف وخاصة في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض. المجلس الانتقالي الجنوبي قدم وما زال يقدم كل ما يمكن في سبيل تنفيذ هذا الاتفاق. أصبح للمجلس الانتقالي الجنوبي والإدارة الذاتية الشرعية أوسع مما كانت عليه في السابق.